ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والسماء والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر فلينظر الإنسان مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
خلق مما خلق مما خلق مما خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما قادر يوم تبلى السرائر
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا أنتم عابدون ما أعبد فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما
ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا
اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم لا يفرق بين أحد
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله كلنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم الفاتحة.